عدد ديال التوصيات. من بين التوصيات هي خلق لجنه سريعا اللي غيترأسها واحد من الاعضاء المكونين لهذه اللجنه باش يمكن له يشرف على مرحله انتقاليه اللي هي هذه المرحله اللي كنتكلموا عليها من اليوم حتى تحدث مجموعه الجماعات. دونك علاش حنا درنا دوره استثنائيه سريعه باش يمكن لينا نصيفطوا مقررات باش تخلق المجموعه. غادي يدوز الانتخاب ديال المكتب ديالها بسرعه، راه الا دوزنا المقررات راه غدا غنمشيو لوزاره الداخليه في هذا الاسبوع يخرج قرار الاحداث. قرار الاحداث المنتدبين الحمد لله استبقنا الامور ودوزنا المنتدبين. دونك غادي هما يتجمعوا بعضياتهم وغادي يشكلوا المكتب ويصوتوا على الرئيس اللي غادي ياخذ زمام الامور والوضعيه الماليه اللي هي اليوم عليها. يعني هذا المكتب الانتقالي اللي كان كيسير هذه المرحله اللي هي غير قانونيه طبعا باش يمكن له يباشر العمل ديالو. من علاش درنا كازا بيئه؟ لان هذه اللجنه المؤقته هي اللي ارتقت باش تاخذ كازا بيئه مؤقتا. مادونا المجموعات الجماعات غتكون عندها الصلاحيه انها تنتدب كازا بيئه وغادي خصها تراسل الجماعه مادام لا اس دي ان ديال الجماعه باش كتطلب منا على اننا ندرجوها ونحتجزوا الامان الا بغينا كازا بيئه تبقى هي اللي كتسير مقبره الغفران. مجموعة البيئة شنو غدير دابا؟ غادي تنتدب شركة من أجل القيام بالأعمال اللي اليوم كيقوم بها مدعش مقاول آخر، غادي عندو لاسيساسيون، غادي خصها دير الكارديناج، وغادي خصها دير النظافة ديال المقبرة. هادو ثلاثة ديال الصفقات اللي خصها دير كازا بيئة مؤقتا. شنو غادي تجي المرحلة الثانية؟ راه قلتها الكارديناج وهي الحرس، عندنا الحراسة والنظافة والشركة اللي غادي تقوم بالحفر. في المرحلة الثانية عندنا التأهيل ديال هاد المقبرة. حنا البارح السيدة المديرة هي معايا كنراسلها لذا كنقول لها إجراء حوض مائي مستعجل داخل مقبرة الغفران. ما كانش تم هاد الحوض المائي من أجل يعني ما تبقاش هذيك المسألة ديال الماء اللي كان وقع والظاهرة اللي كانت وقعت فيها السنة الماضية. بالتالي هذا الحوض المائي جد مستعجل، طلبنا لنا باش تستعمل باش تقوم بالعمل ديالها بسرعه. هذا من جانب التاهيل. غادي خصو واحد الميزانيه. حنا قلنا لكازا بيئه سير دير بعداك دراسه، اول مره غادي ندخل ديرنا دراسه باش نعرفوا الميزانيه المخصصه للتاهيل، وراه غادي نجيبوها في اطار اتفاقيه على تاهيل مقبره الغفران. ما عرفناش دابا شحال غتكلفنا لان فيها القنوات الصرف الصحي، فيها طبعا اعاده بناء هذاك الشيء ديال القبر اللي ما بقاوش اللي كانوا تضروا وغير ذلك. وبالتالي حنا هذه مرحله الزاميه وغادي نتبعوا الامر. وراه الرئيس كليوين عطى واحد يعني ملاحظات مهمه اللي غادي خصنا طبعا علاش حنا دايرين منتدبين باش غادي نعطيوهم هذا الشيء باش هما يوصلوا للمكتب الجديد اللي غادي يدبر مقبره الغفران. اذا كانوا بعض التساؤلات. لا بلاتفورم اغرو اليمونتير سي مرونه شاده الطريق ديالها طبعا ما غاديش نتكلم عليها اليوم، اللي اكيد وهو المشروع غادي في المراحل النهائيه ديال الدراسه. طبعا خصو ميزانيه، يمكن الدوره ديال اكتوبر غادي نجيبو لكم اتفاقيه لان التمويل ديالو غادي يوصل لواحد مليار ونص ديال الدرهم، وبالتالي غادي خصنا المتدخلين جميعا حنا مجلس الجهه وزارة الفلاحة وزارة الصناعة. دونك حنا اليوم في إطار إعداد اتفاقية من أجل طبعا البناء. لا سي دي جي تاهي معنا طرف، البناء غادي يتم من طرف لا سي دي جي، فحنا غادي نديه موضوع متبعينو بدقة ودقة كثيرة وكبيرة إن شاء الله اللي غادي يخرج للوجود. مدة الإنجاز حنا كنطالبو على أننا ما نفوتوش واحد 18 شهر فيها باش يمكن الاسواق اللي كنا خصها تنتقل خصها تنتقل، لان المشروع ديال سيدي عثمان حتى هو شاد التراك ديالو ديال الحنطات وديال الاعاده ديال سي اون زون اوربان اللي خصها تطور هناك مدينه رياضيه اللي غتنجز في سيدي عثمان، وهذا الشيء استعدادا لكاس العالم. دونك راه حنا في صراع مع الوقت لاخراج هذه المشاريع. لي كغافا ما عرفتش شكون اللي خرج المشكل ديال لي كغافا. الحمد لله هذيك 5 مليون طن اللي كانت اليوم بشتى في مدينه الدار البيضاء راها سي محانه عيني هو اللي جبدها. مفتاح داكور.
دونك لو ستوب كله زاد لو ستوب اللي بقى وهو اليوم اننا في دفتر التحملات الجديده ديال النظافه درنا فيها جمع النفايات الهامله شوز اللي ما كانش عندنا قبل. دونك اليوم اي نفايات هامله كاينه مع العلم على ان السلطه حتى هي دايره الخدمه ديالها لان يمنع منعا كليا رمي النفايات الهامله في الموالة. كاين اليوم مطرح اللي درناه بشراكه مع الوينسيف اللي كنشكرهم اللي عطاونا هذاك المطرح، ولا عقلتوا راه حنا خاسين على المطرح 15 مليون ديال الدرهم. اليوم كاين المطرح فالناس خاصها تمشي تبدا ترمي تما، وهاد الشرطه ديال الماء والشرطه ديال النظافه اللي حتى هي ان شاء الله غادي نصوتوا عليها في نقطه في الدوره المقبله، غادي تكون الغرض ديالها هي جوستومون ان معاقبه الناس اللي كيرموا لي غابة في الماء. اجراء اخر درناه اليوم اللي تا هو وخليني نفسر لك. لا 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 دفتر تحملات سنا وسناتو وزاره الداخليه ياك السي حميد انت كتاكد لي هذا الشيء، وسار المفعول اليوم دفتر التحملات الجديد ديال لو نيتوامون، وبهذا اكون قد استوفيت جميع نقاط جدول الامان. السيارات المتلاشيه راه حنا دوزنا الصفقه الاولى دخلت لنا 700000 درهم دونك هذاك الشيء ديال جيم داتو لا اس ان تي هذاك حتى هو راه في اطار كنسبوهم دابا راسلنا الساده العمال باش يعطينا الوضعيه ديالهم تقريبا الى الذاكره ما خانتنيش عندنا واحد 5000 سياره وهي سياره في ازير هذه الضربه على اي كنسينو العدد الاخير الرقم الاخير باش نديرو الصفقه ديال جمع هاد السيارات. كاين شي سؤال اخر؟ الرجاء رجاء الوداد بالفعل يعني توصلت بجوج ديال الارساليات لا من عند الرجاء لا من عند الوداد كيطالبوا باش المجلس الموقر يعيد النظر في المنحه فغادي نجيبوها للتداول فيها. حنا كنطمحوا على ان هاد السنه يكون عندنا مداخيل احسن حقيقي يعني عطاوني لا سيتياسيون فينانسيير يعني لو فيت ان مركب محمد الخامس كان مسدود هاد السنه والسنه الماضيه عطاهم واحد العجز كبير لان المداخيل ما تماتش من طرف التذاكر. حنا في اطار الدراسه مع المكتب اولا وجبدناها في المكتب مؤخرا وغادي نجيب نعطيكم الجديد ان شاء الله دقيقه.